القمص داوود إبراهيم كاهن كنيسة العذراء والملاك بالبراء، أهلا بقدسك في قناة اللوغوس. أهلا أهلا. مع قدسك دكتور محفوظ جريس من برنامج المسيح والمجتمع. قدس أبونا، الحقيقة الحادثة الصعبة اللي حصلت دي أثارت شعور الحزن في نفوس الناس في العالم كله، وأنا نعم. الحقيقة بالنيابة عن أسرة قناة اللوجوس بقدم التعازي لقدسك ولكل أفراد الشهداء والمصابين. متشكرين لمحبتكم الكبيرة ولقلبكم الكبير. قدس أبونا داود، قدسك كنت فين ساعة ما حصلت الأحداث دي؟ كنت في مطرانية الجيزة بحضر إكليل لأحد ولادي هناك في مطرانية الجيزة. وكيف وصل لك الخبر يا قدس أبونا؟ تليفونيا حد كلمك وقال لك على الأحداث اللي حصلت؟ قال لي طبعا الحق يا ابونا بسرعه الدنيا مخربانه. أيوة. ولما وصلت قدسك، طبعا اقل من 10 دقايق كنت موجود. أيوة. وإيه الصورة اللي شفتها يا قدس أبونا ساعة ما وصلت قدسك؟ شفت دم في الارض، وشفت ست كاميليا قاعده على كرسي ومتمدده رجليها التانية على كرسي تاني ومغطينا بكبرتا. شديت الكبرتة من عليها، خفت لكون لسه فيها الروح. شفت ملاك نايم، بس للأسف في رقبتها خرم كبير. لكن الوقار اللي في الدنيا كله في وشها. طبعا امر كان في منتهى الصعوبه بالتاكيد. ان قدسك كان طبعا منظر صعب جدا، ودم مال الأرض، وطبعا كانت الإسعاف وصلت وشالت المصابين وراحوا المستشفيات وكده. طيب، يعني احنا عرفنا ان معظم المصابين كان من اسره واحده، واحنا معظم تحدثنا مع احد افراد الاسره وكان في حاله تعزيه الحقيقه متريح الناس كلها، لكن أسك تقدر تقول لنا حال الأسرة دي الآن إزاي، وإزاي بيتقبلوا هذا الأمر؟ طبعا الامر بالنسبه لهم صعب جدا. هو بص، الاسره الكبيره دي مش في بيت واحد، الاسره الكبيره دي في 3 بلاد او 4 مناطق، عشان تبقى واخد بال حضرتك. مش كلهم بيت في بيت واحد، لا، ايوه، في الاسره دي في حته منطقه اسمها شمداري تبع اوسيم، ومنطقه اسمها الكوم الاحمر، نعم، وفي منطقة اسمها الجلاتمة، ومنطقة الرابعة في مساكن الحديد والصلب في حلواني. نعم، فمتوزعين 4 مناطق مختلفة. أي، فطبعا الحزن متوزع، مش متمركز في مكان واحد، بل الحزن يعني متوزع على مش مصر بس، على العالم كله يعني. بالتأكيد العالم كله بيتفاعل مع هذا الأمر، حتى طبعا الجرائد الأمريكية كلها كتبت عن هذا الموضوع، ويشعروا كتر إن خيرهم. يد الإرهاب امتدت بطريقة يعني أصبحت لا تحتمل. طيب، يعني قدسك يا بونا، هل تشعر إنه كان في أي تقصير في حماية الكنيسة؟ أين كان الأمن في هذا الوقت؟ بص يا حبيبي، كل واحد يحمل الأمن المسؤولية. أقول له لو سمحت، الأمن ده جزء جزء، والأمن لو موجود هيعمل إيه؟ دول مجموعة إرهابية بتطلع في مفاجآت. الأمن نفسه اتضرب. أما بختلف أنا وأنت، بنروح القسم، الأقسام اتضربت، ضربوا الناس الخونة دول، ضربوا الأقسام، بيقتلوا الضباط. صحيح. انا هقول لك، افترض لك انا عندي بيقف على الكنيسه 2 عساكر، او ال2 عساكر دول بيقفوا مبسوطين سعداء مع افراد الافراح. انت عارف ان الحادث اثناء الاكاحيل، ايوه، اكليل داخل واكليل خارج،
العساكر بيبقوا واقفين فرحانين سعداء مبسوطين، ممكن حد يحييهم، ممكن حد يديهم حاجة هدية، ممكن يبقوا فرحانين مع الناس الفرحانة. نعم كان لو كانوا موجودين في الوقت ده كان كل واحد منهم خد رصاص. نعم الموضوع مش موضوع تقصير أمني حضرتك، الموضوع موضوع إن مجموعة إرهابية ما الهدف منها تقطيع جسد مصر، الهدف منها إظهار مصر في صورة عارية، وإحنا كمصريين مش هنرضى بالوضع ده ولا هنقبل بالوضع ده. بعدين عشان ما الناس برضه ما يقولكش فتنة طائفية، ما عندناش فتنة طائفية. أنا أعرف إنه بعض المصابين أيضا كانوا من الإخوة المسلمين اللي كانوا طبعا بيهاجموا. عندي 3 مسلمين من ولادي المسلمين اللي كانوا جايين يجاملوا. وعندك قدسك عندك أخبار عن حالتهم أو أسمائهم؟ فيهم واحد في حالة خطرة. في واحد في حالة خطرة، قدسك عندك اسمه أو إزاي ممكن أتصل بيه؟ لا مش متذكر اسمه حاليا، بس قالوا لي كده الولاد اللي بيتابعوا، ولادنا الاطباء بيتابعوهم كلهم بيقولوا لي نعم، وهذا بيتابعوا بالتأكيد الكل. بيدل انه الحادثة دي مش موجهة ضد فقط الأقباط، لكنه دي لا حادثة. لا لا خالص، لا لا ضد اقباط ولا ضد الكنيسة. انا قلت للناس يا جماعة لو في كتب كتاب في مسجد والناس دي معدية هيضربوا على التجمع اللي موجود أمام المسجد. تعال شوف النهارده بيضربوا في الأزهر، في جامعة الأزهر. ايوه مظبوط مظبوط. طب الإمام الأكبر بيطالب الطلبة بضبط النفس والرجوع للصواب. ده صحيح ده صحيح. أتسبونا، هل في أي معلومات عن تعويضات بالنسبة للأسر الشهداء أو المصابين؟ طبعا يعني وعدونا ان هياخدوا تعويضات شهداء، غير ان الوزارات، وزارة ال مش عارف اسمها ايه، هو في وزير جالنا امبارح اللي هو زي الخدمة الاجتماعية او حاجة زي كده، جاء وقدم برضه جزء وفهمهم قال لهم ده مش تعويض ولكن ده جزء كمجاملة الى يظهر التعويضات. المحافظ برضه نفس الكلام، لسه التعويضات هياخدوا تعويضاتهم، وانت محتاج هيحتاج معاش استثنائي هيتعمل له معاش استثنائي، لان في ناس ممكن يصابوا بعجز كامل. نعم، ما سمعناه ان التعويض كان 5000 جنيه للشهيد و1000 ده جنيه لا ده للمصاب. ما قالوا، ده قالوا ده مش تعويض لكن ده نوع من المجاملة مجاملة بس في ال مؤقتا، مجاملة بس للظروف الحالية نعم إلى أن يتم تعويض الشهيد، ده حاجة تاني. طيب قدسك ايضا هل عندك اي معلومات بالنسبة للتحقيقات في القبض على هؤلاء الجناة؟ هاي في اي اخبار لا بالنسبة للتحقيقات؟ لا أنا لا، هم بصراحة رجال الأمن ليل ونهار معانا في الكنيسة وفي المنطقة، مغطيين المنطقة بالكامل، لكن هم حاطين يعني أخبارهم في داخلهم إلى أن يعني يفصحوا لنا في الآخر بإذن الله عن أنهم ضبطوا الجناة بإذن الله. قدس أبونا داود إبراهيم، مرة تانية بنقدم التعازي من قلوبنا من كل الأقباط هنا وكل الشعب هنا في المهجر، اللي في الحقيقة في منتهى الحزن على هذه الحادثة وفي منتهى طبعا الغضب. طبعا طبعا أمر صعب، ناس ما عندهمش لا رحمة ولا دين، نعم، ناس خلت من قلوبهم ما فيش قلوب، فين القلوب؟ خلت من قلوبهم فين؟ ولا دين ولا رحمة ولا محبة ولا إحساس ولا أي شيء. بالتأكيد بالتأكيد. مرة تانية نشكرك قدس أبونا داود إبراهيم على هذه العفو المداخلة. حبيبي، ما تحرمش محبتك أبدا. شكرا جزيلا قدس أبونا. سلام حبيبي.